انت اسمك ايه؟ كتبون. ايه؟ كتبون. السلام عليكم، مرحبا بكم اخوتي. فيديو جديد ونهار جديد، ما تكرهكمش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا. اليوم غادي نهضروا مباشره على الموضوع ديال الجزائر. تحياتي للاخوان ديال الجزائريين، ولكن نهضروا على السياسه الجزائريه، يعني على المسؤولين، على بعض المسؤولين. بالي كما كتشوفوا لي جات اخر تقرير بان قال لك بان الجزائر باغا دير حرب. يعني حنا كنهضروا في السياسه، نهضروا بعض النقط اللي حنا خصنا نفصلو. الجزائر ملي شافت نيجيريا نايض لها مشكل مع فرنسا، كما شفتوا الفرنسيين دابا خرجوا من نيجيريا، الامريكان عطات انذار لفرنسا ما تقدر تيري حتى شي قرطاسه في نيجيريا. يعني دابا نهضت الجزائر ضمنت مع نيجيريا وكتقول كنضمن مع نيجيريا، ولكن ملي نهضت امريكان وقفت في الطريق عاد نهضت الجزائر قالت انا واقفه مع نيجيريا. يعني بحال اللي بغات كتقول فرنسا انا معك. ما عرفاش راسها في ان الجزائر راه عندها واحد اللعبه اللي هي ما تنساهاش، عندها واحد المشكل في الطريق كبير. كما كتشوفوا نخليكم هنا بعض الكوارث ديالهم، هما كوارث، الكوارث من كوارث. كما كتعرفوا خايب السميه دار واحد اللقطه خوتي وحبابي، مشى هضر على المغرب، قال بان المغرب هو السبب ديال الحرب ديال نيجيريا. يعني الحرب او انقلاب النيجيري السبب ديالو هو المغرب. يعني هاد الناس هادو اي حاجه هي المغرب. كتشوفوا كما كتشوفوا هاد الكوارث اللي عندهم هنايا، هاد الشيء ديالهم هنا، هادشي ديال الدراري صغار يعني، وقال لك المغرب هو مشكل. يعني اجيو معايا نتسانتوا هاد الفيديو هذا ونكملوا الهضره ديالنا، خليكم معايا. اهل الجزائر كلهم هم من اهل الجزاء، لان الشهيد يشفع في 70 رجل من اهله، والجزائر بها 1.5 مليون شهيد في ثوره التحرير. اذا كل واحد منهم يشفع في 70 هذه اكثر من 100 مليون. بحكم انني كنقاطع المساجد المخزنيه باوروبا، بحكم التوغل المخزني، اللوبي المخزني في هذه المساجد، وما كنمشي ليهاش. لكن الوصول ديال الجزائر ارتأيت الا نمشي نتواصل مع الله عز وجل. واش الفائده نتاعك باش ترفع؟ ضر عمي الخايب. انا ما نفهمش. خايب السميه. وليت فهمني فهمني. راك دللتي بالجزائري والله. المواطن الجزائري طيحتي الدل. ما بين المغاربه هي الصراحه طيحتي الدل زعما. هو اللي سهل. الدوله عندها كل شيء صراحه، كنتوا عرفتوا تستعملوا مزيان مع الشعب اللي كنتوا مشيو معاه صراحه. كنتوا تعرفوا كيفاش تستعملوا، كيفاش تتعاملوا مع الشعب الجزائري الشعب الشقيق، كنتوا تمشيو معاه. ولكن خساره كيف خلق لي ازمه هما غير المافيا، ولكن الاخر ديالها هما الاخر هو شي انقلاب، شي عسكر اللي غيقلبوا عليكم، اللي غيدي يخليوا الدوله الجزائريه ان شاء الله الاخوان ديال الشقاق يخليهم ان شاء الله العز المعز، ماشي الطريقه اللي كتعيشوهم انتم ديال الدل. اليوم رانا في الصيف وزاد فيها، يعني يغيبوها في الشتاء. خليه يوم كورونا يمكر الله والله خير الماكرين. مقصوده جدا. مقصوده في رايكم باش تخلق بالبلاء سياده الرئيس؟ انا هضرنا على العطش، هضرنا على الماء، على المجهودات تاع الدوله باش توفر الماء. الناس نساو باللي كانوا يشربوا الماء المالح، اليوم راهم غضب والماء وهذه، وغضب في النقل، وغضب في هذه، وغضب خلق غضب. إذا كان السجون لا ليست عبرة بالنسبة لهذا، خليه اللي خاف على عائلته وشا خاف على شرفه مبدئيا ما يديرش هذه الأمور هذه.